ولإثراء النقاش حول جزئية مساعي أوروبية لتطوير مجال الرقائق وكذلك الرقمنة للحاق بالولايات المتحدة الأمريكية والصين، أرحب بضيفي عبر خدمة سكايب الأستاذ عز الدين شيباني الخبير الاقتصادي. مرحبا بك أستاذ عز الدين. ربما كيف نقرأ الآن اجتماعات دول الاتحاد الأوروبي وقادة الاتحاد الأوروبي وتركيزهم على مسألة الدفع بمجال الرقائق الإلكترونية وكذلك التكنولوجيات العالية للحاق بالولايات المتحدة والصين؟ شكرا تقريبا وليد، شكرا على الدعوة. الاتحاد الأوروبي اكتشف على أنه راه متأخر جدا، لأنه تقريبا كنشوف الدول المتقدمة في أوروبا اللي تشتغل على هذا المجال، نلقاو ألمانيا، نلقاو فرنسا، بريطانيا اللي كانت الاتحاد الأوروبي ثم خرجت، فبالتالي هذا الدول هذه الثلاثة اللي كانت عندها نوعا ما وجود، مع العلم أنه تقريبا 90% من هذه الرقائق في العالم استحوذ عليها الصين، تايوان واليابان، دونك تقريبا تدخل شيئا نوعا ما جنوب كوريا الجنوبية. الولايات المتحدة حبت تعود تروح للمقدمة كما هي موجودة في مجالات أخرى. تقريبا في 2022 كانت أصدرت تعليمات توجيهات على أنها توضع 260 مليار دولار باش تولي تقريبا على 15 سنوات من الدول المتقدمة. هذا العمل ما يجيش ببساطة، فبالتالي نقدر نقول 30% المتبقي من هذه التكنولوجيا الموجودة بين ألمانيا، بين الهند مثلا، نجد كذلك مثلا فرنسا، تقريبا هو عمل ضعيف جدا. فبالتالي الاتحاد الأوروبي شعر على أنه راه مبتعد عن السوق العالمية وما يقدرش يأثر. لاحظنا مثلا الولايات المتحدة الأمريكية لما حبت الحصار على الصين ما قدرتش، لأنه الصين في المرحلة المتأخرة قليلا من الوراء كان دارت قفزة عالية في هذا المجال، فبالتالي ربحت معناتها مسارات، لأنه لما نهضر على الموصلات نهضر على الرقائق هذه موجهة إلى الهواتف الذكية، موجهة مثلا إلى الكمبيوترات، فبالتالي نقدر نقول بهذا العمل حابين يسترجعوا ما فات، ولكن يطلب وقت كبير جدا، يتطلب وقت كبير جدا. أستاذ عز الدين شيباني، تدرك أهمية الرقائق الإلكترونية خاصة في الصناعات الحربية وكذلك مسألة التحكم في الصواريخ وكل ما هو مرتبط بالحروب الآن بعد التحولات الموجودة الآن في العالم أستاذ عز الدين، والحرب في أوكرانيا والصراعات عن طريق المسيرات وكذلك هذه الصواريخ، الآن العالم أو أوروبا بدأت تعود وتهتم أكثر بهذا المجال. ربما ماذا ينقص الاتحاد الأوروبي في الفترة المقبلة للحاق بهذا المجال وكذلك لمجاراة دول بحجم الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الصين في الفترة المقبلة؟ شوف، نقدر نقول بأن القدرات تقريبا الأوروبية تروح كانت تستثمر في السيليكون فالي، فبالتالي النظام البيئي الموجود في سيليكون فالي يشجع كثيرا. الآن كذلك نجد مثلا كوريا الجنوبية مقامة اليابان تعمل على أنها تجلب هذه القدرات، هذه الطاقات الكبيرة الموجودة في العالم وتسخرها، لأنه العدد تاعهم مش كبير، فبالتالي كان نوع من المسابقة كيف نستطيع أن نجلب هذه الخبرات العلمية، الباحثين اللي عندهم البحوث المتطورة، اللي عندهم الابتكار، لأنه الآن الناس تبحث على حلول تربح بها سنوات، فبالتالي لما ما نقدرش نحكي المسار عادي راح نبقى ديما متأخر بالسنوات. فبالتالي الآن مثلا تخيل مصنع واحد يحتاج إلى أكثر من 600 مهندس متخصص باش نلحق نوضع مصنع في هذا المجال، مش شيء بسيط. اليابان باش وضعت المصنع تاعها تم جرب تقريبا 600 مهندس تايواني، وين وفرت لهم كل الشروط في اليابان، حتى بنت لهم قرية خاصة للعائلة تاعهم، للنظام البيئي تاعهم اللي يعيشوا فيه، خلقت لهم جو خاص على أنها تنقل الخبرات حتى توفر لهم كل هذه الأشياء. تقريبا خدات تقريبا بين 3-5 سنوات عمل، العمل مش قضية على لحظة، نحتاج إلى تكنولوجيات عالية، آلات دقيقة جدا، كذلك نحتاج إلى خبرات عندها سنوات، مش معناتها المهندس هذا ما يخرجش مهندس حاضر، من يحتاج إلى أنه يعمل داخل الورشة وعنده هام، عمل هام جدا. وكذلك ما ننساوش البحث والتطوير، لأنه كان مثلا ناخذ مثلا في الهواتف الذكية، الصين الآن استقلت في كل مركبات تاعها، فهذه كل المركبات اللي تحتاجهم في الهاتف نقل 100% صيني، فبالتالي ذات نوع من الاستقلالية، هذا هو، هي تحتاج إلى سنوات، تحتاج إلى تطوير. أوروبا تريد الآن أن تضع لها مجال جديد،
هل تستطيع أو لا تستطيع؟ أعتقد أنه العملية معقدة جدا، لأن مش قضية ما فقط، ولكن قضية خبرات، قضية تقنيين، قضية باحثين، قضية مثلا مهندسين مختصين بهذا المجال، وهذا يطلب وقت. يطلب وقت، أي المادة الرمادية هي الأهم في نجاح مشاريع الرقائق الإلكترونية أستاذ عز الدين شيباني في الفترة المقبلة. عندنا المادة الرمادية وعندنا التكنولوجيا، الآلات المستحدثة، لأنها تقريبا تلك 2.0 صديقي، هي عبارة عن أشياء مرقمنة، روبوت يصنع، مش قضية شخص فقط. الشخص هنا موجود باش يكون ملاحظ، يكون مرافق. فبالتالي كانت تكنولوجيا كانت تقريبا انا قلت لك تحتاج اموال كثيره جدا، قلت الولايات المتحده 260 مليار دولار 2020 وضعتها باش تدخل في هذا السباق، وتحتاج الى سنوات تحقيق تحول في سنه واحده، ولكن هي عمل 15 سنوات هو عمل استراتيجي. ولهذا لاحظنا الان التكتلات، نشوف الان اي دوله تحب تكون عندها فرصة وجود في التكنولوجيا تحتاج إلى تكتل، تحتاج إلى شراكة رابح إلى شراكة خاصة. مثلا لاحظنا الجزائر مثلا مع الصين فيما يخص الأقمار الصناعية، هذا عمل استراتيجي، هذا عمل يخطط له 15-20-30 سنة. فبالتالي مش في لحظة واحدة فقط نستطيع أن نجلب هذه التكنولوجيا ونوضحها في أي بلد. كان بعض الدول اللي راهي موجودة في الجيسر ما عندهاش هذه التكنولوجيا فعلا. نعم. مش أي دولة. في نفس السياق أستاذ عز الدين الشيباني، تعتمد الصين والولايات المتحدة الأمريكية على اعتماد كبير لابتكار عقل الإلكترونيات الحديث، تعتمد على دولة لفسي صنع الرقائق الإلكترونية على هولندا بالدرجة الأولى، وهي موجودة الآن في أوروبا. هناك من الخبراء يؤكدون على ضرورة لعب هولندا الدور المهم داخل الاتحاد الأوروبي حتى تتم هذه القفزة النوعية في مجال الرقائق الإلكترونية في الفترة المقبلة. ربما هناك نقطة أخرى أستاذ عز الدين شيباني، هناك خلاف داخل الاتحاد الأوروبي بين القوى الاقتصادية الكبرى التي ظهرت للعلن في السنوات الأخيرة، بين ألمانيا، بين فرنسا من جهة، بين إيطاليا وفرنسا من جهة أخرى. ألا تعتقد أن هذه الاختلافات ربما ستعطل مسألة الانتقال والذهاب بعيدا في الرقائق الإلكترونية وصناعة الرقائق؟ هي تقريبا، شوف نقدر نقول لك، هو كل دولة عندها استراتيجية خاصة بها، عندها استراتيجية الأمن القومي لكل دولة، فبالتالي كل دولة عندها أولوياتها. الآن مثلا لما نتحدث على الألمانية، الألمانية تقول لك الطاقة الخضراء هذه الأولويات تاعها، وعلى باله بأنه لما ندخل في هذه التكنولوجيات نحتاج إلى أموال كثيرة، نحتاج إلى خبرات، فبالتالي يشوفها بأنه تحقيقها في لحظة معينة هي تحتاج إلى جهد كبير ووقت كبير، هذه حاجة الأولى، ولكن تولي قضية أولويات. الآن الدول الأخرى مثلا نلقى الاتحاد الأوروبي 25 دولة، فبالتالي الدول الأخرى لا تهتم بهذا الموضوع لأنه بالنسبة لها هذه ما تعتبرش من الأولويات. لاحظوا أن الآن مثلا التكنولوجيات الآن هي عمل استراتيجي، كل دولة وين يحب تلحق وين يحب تدير. أعتقد الاتحاد الأوروبي في المسار تاعو في هذا الاتجاه راح يلقى إشكالات كثيرة جدا، لن تكون سهلة ولكن تكون معقدة وصعبة، مع العلم أن الأولويات الآن اختلفت، والحرب الأوكرانية أثرت كثيرا على الاتحاد الأوروبي، لأن تقريبا ما خلاتش النوع من الارتياح، لما يكون في قارة ما يكونش فيها استقرار، فبالتالي التكنولوجيات والمبين والأموال الكبيرة التي تريد أن تستثمر في هذا المجال يكون عندها نوع من المخاوف. نوع المخاوف، أثرت نقطة مهمة أستاذ عز الدين الشيباني، مسألة الاستقرار ومسألة أن الحرب الأوكرانية وكذلك جائحة كورونا عطلت لفترة من الزمن مسألة تطوير العديد من المجالات، حتى هناك اعترافات من طرف زعماء قادة الاتحاد الأوروبي أن هناك تأخر في مجال الرقائق ومجالات أخرى بسبب التشريعات المختلفة داخل الاتحاد الأوروبي. شوف أنا قلت لك الاتحاد الأوروبي يعيش أزمات في أوروبا، فبالتالي ليست كل الدول موجودة في أوروبا مستقرة، هذه حاجة الأولى. حاجة ثانية الغلاء المعيشة، فبالتالي هذه التأثيرات تعطي نوع من الأولويات من دولة إلى دولة أخرى. الآن لما نتحدث على دولة تحب تفرض عليها تكنولوجيا، فبالتالي هو يشوف روحه لأنه متأخر جدا، وهذه اللعبة فبالتالي راح تخسروا الوقت وراح تنحلوا الأولويات تاعه، لأنه لما يوضع أموال راح يحولها من إطار إلى إطار آخر. فبالتالي هو بالنسبة لهم الآن الأزمة، مثلا لاحظ مثلا في البترول، فقط الغاز والقنا غاز والبترول يؤثر كثيرا على أوروبا، لأن أوروبا ما عندهاش نوع من الاستقلالية في هذه المواد، فبالتالي كاين أولويات. يدخل أي تأثير إقليمي يأثر على الاقتصاد في أوروبا، فبالتالي ممكن يوضعوا هدف عندك اتحاد يتحدث على هذا الموضوع، ولكن تتداعه وتكون فيها قوة ضاربة في أوروبا تمشي بهذا المشروع، أعتقد نوعا ما فيه نوع من الإشكالات. لأصبحت الآن دليل على ذلك أوروبا كانت تتكل 100% على دول أخرى تصنع هذه الأشياء، تايوان مثلا
فبالتالي ما بالنسبه لهم اشياء بديهيه، يقول لك ما قدرش نصنع 100% كل المنتجات اللي نحتاجها، فبالتالي ما كانتش موضوعه ضمن الاستراتيجيات تاعهم. الان الاتحاد الاوروبي يريد ان يعيد النظر في الاستراتيجيه ويدخل هذا ويدخل هذه الوعد اللي ما كانتش موجوده، لانه الاتحاد الاوروبي يخطط 15 20 سنه، عندهم مجموعات بحثيه يمولوا مؤسسات اقتصاديه في المجال البحثي ويعطوا الاموال باش يلحقوا الى نتائج ولا منتوجات اللي تقدر تكون عندها في المستقبل قيمة من التأثير في العالم. في العالم. سؤال آخر أستاذ عز الدين، عندما تحدث عن هذا المجال تحدث عن شراكات مهمة، ندرك أهمية الصين في مسألة الرقائق الإلكترونية، ألا تعتقد أنه من المهم بالنسبة للدول التي لا تستطيع الوصول إلى هذه التكنولوجيات في الفترات المقبلة يمكن لها إقامة شراكات مع الصين مشتركة للوصول إلى هذه الرقائق الإلكترونية في الفترة المقبلة، بما أن ربما هناك بوابات أولية موجودة في هذه الدول خاصة دول الجنوب؟ هي في الحقيقة الآن هذه الأشياء موجودة، ولكن تحتاج إلى مجموعة، ليست فقط دولة واحدة، هي عبارة عن مجموعة من الدول تتشارك وتتوحد فيما بينها وتعمل قوة ضاربة لطاكت فورس، لأنه الآن هذه المشاريع الكبرى الاستراتيجية ما تعتمدش على دولة واحدة، هي تقريبا تقدر تكون 3-4 دول مثلا في إفريقيا، يكون نوع من التكتل فيما بينها ونعمل، لأنه ما ننساش بأنه بعض المواد هذه الأولية نجدها في بعض الدول، حتى في الجزائر كان بعض الدول بعض المواد الخاصة للآن بعض الدول مثلا حتى مثلا في أمريكا تفكر كيف مثلا توجد علاقات تناقص هذه المواد الخاصة. الآن تبقى على أنه هذه المشاريع مشاريع استراتيجية وتحتاج إلى تكتل مجموعة من الدول، لأنه مش عملية سهلة وبسيطة، فبتحتاج إلى مثلا تخيل أنت باش تخرج 600 مهندس لهذا المجال تحتاج تقريبا إلى سنوات كثيرة، ولكن عن طريق الآن الشراكات نبدأ على أننا مثلا تكون شراكة مثلا بين الجزائر مثلا والصين، لاحظنا بأن هناك بعض المشاريع الاستراتيجية مثلا كالأقمار الصناعية، فبالتالي نقدر يكون هذا الرقيق نوع من فتح المجال للتعرف عليه، مثلا تكون بعثات من الجزائر تروح مثلا الى الصين مثلا الى اليابان الى كوريا الجنوبيه، يكون نوع من التبادل البحثي في مجال هذا المجال، ومع ذلك نفكر على اننا نخلق مدرسه عليا متخصصه في هذا المجال كما دلنا مثلا في الرياضيات، دلنا في الذكاء الاصطناعي، دلنا في مثلا الان في الاشياء هذه اللي رانا نمشي فيها، نقدر نستحدث نفس الشيء على ان تكون عندنا جامعة مدارس مدرسه خاصه في هذا المجال وتكون مبنيه على شراكات، عندنا علاقه جيده مع كوريا الجنوبيه، عندنا علاقه جيده مع اليابان، عندنا علاقه جيده مع الصين، فبالتالي هذه الاشياء نستطيع ان نفتح ابواب اوليه ونبدا نفكر في هذه الاطراف في العمل الاستراتيجي المستقبلي 5 10 15 سنه فما فوق. ولكن تكون هي بدايه ونبدا نحضر جيدا، عندنا بعض الدكاتره الباحثين الجزائريين في الخارج يشتغلوا في هذه المجالات، ولكن نحتاج الان الى اننا نخلق نظام بيئي جديد ونعمل على اننا نكون ونطور في هذه المجالات ونبدا نستقر المستقبل. شكرا لك الخبير الاقتصادي الاستاذ عز الدين شيباني، شكرا لك، كنت معنا في اخبار المال، شكرا جزيلا.